هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ ولله لكم بمقطع جديد وجلتش جديد. شكرا لكم على 930 مشترك، شكرا لكم على اي لايك حطيته، شكرا لكم على اي تعليق كتبته، شكرا لكل شخص ضغط زر السبسكرايب او ضغط زر اللايك او كتب تعليق حلو.
تلسكوب بوم اللي هو اندمج الطاقية او الخوذة على النظارة على اللي هو الهيد سكارف. يعني صراحة اللبس كذا طالع خرافي، باقي له شوية ويكمل. فك الانتراكشن من يروح عند باراشوت واختار اللي هو البلاك باراشوت. زي ما تشوفون كذا اللبس تقريبا كامل، بس باقي نضيف عليه النايت فيجن. كل اللي عليك الحين انك تروح اقرب محل ملابس عشان نضيف النايت فيجن، وايضا عشان نحفظ اللبس. لما توصل عند محل الملابس كل اللي عليك اول شيء انك تحفظ اللبس. بعد ما تحفظ اللبس روح عند البائعة مرة ثانية واضغط سهم يمين، وروح عند اللي هو سيفد او اول خيار، وروح عند اي لبس فيلو النايت فيجن، اضغط عليه اكس. بعدها ارجع على اللبس حقنا واضغط عليه اكس معلش، وراح اندمج اللي هو النايت فيجن على اللبس حقنا. بعدها روح عند اللي هو الفلايت سوت واختار اللي هو البلاك فلايت سوت. نحتاج من هذا اللبس كله اللي هو الخرطوش، بس كل اللي عليك الحين انك تروح اللي هو الستريب كلوب.